وان شاء الله غتكون الكره زوينه ونتمنى نقول لك زعما الروزيلتا غيوصل للبيلان. نقول لك الفتح الرباطي فتح الرباطي حنت هي معروفه ونهضر بالكانيه حتى هي مزيانه ما يكونوا فرق زوينين تيلعبوا كره مزيانه نتمنى ان شاء الله يكون مقابله جيده ان شاء الله اللي يربح اللي يلعب يستحق يربح. انا اش نقول لك انا عندي بحال بركان بحال فتح الرباطي بالنسبه ديالي انا بحال ما عنديش مشكل ولكن قلت انا 100% غتربح فتح الرباطي بجوج لواحد. تعاطفت مع بركان حيت يلاه بدات في المشوار الاحترافي ديالها في البطوله وفي كاس العرش هي اللي تنتمنى لها ان شاء الله الفوز. كنبغي بركان اخويا مزيان بركان كلشي ما كان هذا هو نتمنى لهم يربحوا الله يودي. شحال النتيجه في نظرك تقريبا؟ 2-0 باش الاخرين يمشوا عارفين شي شويه. بصراحه كنتوقعوا بركان لان كنشوف عناصر شابه ومزيانه ماشي بحال الفتح. فتح اليمين هذه ناقصه شويه. النتيجه غتكون ان شاء الله 2-1 البركان. فريق الفتح الرباطي عنده خمسه ديال الكؤوس. بركان لعبوا فينال واحد في 1974 كاين فرق كبير بين بركان وبين الفتح الرباطي. تجربه اللي تقول الكلمه ديالها غدا ان شاء الله في الفينال الفتح. وصعيب باش تكهن باش كل اللي غادي ينتظر رغم انهم غادي يلعبوا في الرباط الا كنعرفوا ان الفريق الفتح ما عنده جمهور ولكن جمهور قليل والا هنا غيكون بركان غيكونوا طامحين وغادي يجيو بكثره غيكون اللقاء شويه صعيب وما نقدرش نتكهن ولكن انا كنرشح بركان.